الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في شرح الشابتر 3 Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. Underdamped Case، نحن نتكلم هنا على Second Order System، وسنتكلم على Underdamped Case وهي الحالة الأكثر يعني وجودا في Second Order System. Underdamped Case يعني هي بكل بساطة If my zeta أو لما يكون عنصر الإخماد يعني محصور بين الصفر والواحد. سبق وشرحنا وقلنا أن الزتة يعني ممكن يكون محصور بين الصفر والواحد وهي الأندر دامبت كيز، أو أكبر من واحد أوفر دامبت كيز، أو إكوال تو زيرو سموها كريتيكالي كيز. نحن في هنا في الأندر دامبت كيز يعني الزتة it's between 0 and 1 and WN it's bigger than 0. The second order system is response due to the unit step response، يعني هنا بطبيعة الحال الانبوت يعني هو unit step، يعني عندي my second order system الانبوت هو unit step يعني في الاس دومين واحد على اس، وهذا الاوتبوت c of s. يعني بالنسبة للc of s يعني I can get my c of s and after by Laplace inverse I can get my c of t. في هذه الحالة الc of t أو لما نكون في الأندر دامبت كيس c of t can take this form. هذا هو the response of the second order system when we are in the under damped system. هنا many parameters important timing characteristics، يعني هنا عندي عناصر أو عوامل يعني مع الزمن، عناصر زمنية لازم أن نحددها في second order system في under damped case، وهي delay time, rise time, peak time, maximum overshoot and the settling time. فبالنسبة للتي ار او الرايز تايم، الرايز تايم هو بكل بساطة كيف يعني يمكننا ان نحسبه هنا لما يكون عندي يعني كيرف، عندي الفاينل فاليو او الجين اوف ماي سيستم، يعني في هذه النقطة او نقطة التقاطع هذه لو اسوي اسقاط يعني عمودي اتحصل على التي ار وهي الرايز تايم. اما بالنسبة للديلي تايم، عندي الديلي تايم، الديلي تايم هو يعني اجيب النص من القيمة النهائية، يعني عندي هنا القيمة النهائية واحد يعني النص 0.5، واسوي الاسقاط الافقي ثم الاسقاط العمودي اتحصل على التي، هذا نسميه التي دي. اما بالنسبة للبيك تايم، البيك تايم يعني هو الوقت الذي يتناسب مع اول قمة او الماكسيموم، والاسقاط العمودي يعطيني البيك تايم. ثم الماكسيموم اوفرشوت، الماكسيموم اوفرشوت هو القيمة التي تفصل بين الماكسيموم بيك بوينت اند القيمة النهائية، هذا هو البيك اوفرشوت او الماكسيموم اوفرشوت. واما بالنسبة للسيتلينج تايم وهو عنصر مهم في السكند اوردر سيستم، السيتلينج تايم يعني I can get it like this. هنا عندي تكلمنا على settling time في الشرائح السابقة وقلنا أنه there are two settling time TS 2% and there is TS 5%. فبالنسبة لل TS 2% بكل بساطة يعني أسوي الحدود هذه، يعني عندي 98% and 102%، وأشوف لما تدخل الريسبونس في هذه الحدود ولا تخرج بعدها اسوي اسقاط عمودي اتحصل على التي اس يعني 2%. اما بالنسبه للسيتلينج تايم 5% اسوي هذه الحدود بنفس الطريقه، يعني عندي 95% ثم الباند اللي من فوق وهو يعني 105%، واشوف يعني الوقت الذي تدخل فيه الريسبونس ماي ريسبونس تدخل في هذه الحدود دون ان تطلع مره ثانيه، ومنها اسوي الاسقاط العمودي واجيب يعني السيتلينج تايم 5%. هذه هي يعني اهم العناصر او اهم يعني البارامترز ان ذا سكند اوردر سيستم وين وي ار انفستيجيتنج ان اندر دامبد كيس. ثانك يو فور يور اتنشن.